ومن شال الغمامة من العين وقال هذا الذي كتب الله ربي من سبع سماوات نزله إلي الأرض وقال تمتع في جماله. كيف هذه خويتي والله. أنا زوجتك ما أخونك، شوف ما برد عليها لأني بسمع صوت بقرة. هذا الكلام راح ينقال عنك بعدين بعد ما تتزوج، بعد ما يلاقي واحدة أحلى مني صح؟ أصلا لو لقيت واحدة حلوة تأكد إن من دي سعودية كده أنت ورميتي. أوكي والله.